أهلا بحضراتكم من جديد. وسط استمرار أزمة جائحة كورونا بل تفاقمها مع ظهور المتحورات الجديدة زي متحور دلتا، الكل دلوقتي بيبحث عن وسيلة موثوقة للبحث عن الأخبار. ومع ظهور الأول للفيروس كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الأول والرئيسي للتعرف على الأخبار، إلا أنه رواج المعلومات المضللة على بعض هذه الوسائل هدت مكانتها بصفتها وسيلة لنقل الأخبار. ده موضوعنا اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في هذه فقرة مع ضيفتنا منورانا في استوديو هذا الصباح دكتور سهير عطبان أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. أهلا دكتور سهير. أهلا بك. أهلا بك يا مين. صباح الخير دكتور سهير منورانا. ويمكن فكرة بتبان أن هي بديهية جدا، أن أنا لازم قبل ما أنشر حاجة أو قبل ما أكتب حاجة أكون متأكد من مصدرها ومتأكد أن المعلومة اللي بقولها أصلا صح. مع ذلك كتير مننا بيقع في الفخ ده في وسائل التواصل الاجتماعي. هل إحنا كنا محتاجين لحاجة كبيرة زي جائحة علشان نتأكد أن إحنا المعلومات اللي بننشرها مصدوقة؟ صباح الخير عليكم الأول. طبعا في بداية مهمة جدا لازم نركز عليها متعلقة بفكرة المعلومة في وقت الأزمات. احنا بنعتبر جائحة كورونا يعني من ساعة ما بدأت عندنا في مصر هنا من فبراير 2020، واحنا عندنا حالة من البلبلة وعدم الاستقرار فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة والمغلوطة، بس ده يعتبر طبيعي في ظل وجود أزمة دايما بتتعدد الأقاويل وبتتكاثر بشكل كبير جدا. فكرة ان كل واحد يكون عارف معلومة يروح رميها على السوشيال ميديا بشكل كبير، وإحنا للأسف الشديد ما زالت ثقافة التحقق من طبيعة المعلومة نفتقدها. فكرة إن أنا حاسس إن المعلومة فيها غلطة دي لسه ما وصلناش للسنس ده بشكل كبير، ولكن القصة كلها أنها متعلقة بصحة البني آدم. أي موضوع متعلق بصحة البني آدم دايما بيبقى فيه مشكلة متعلقة بأن أنا عايز أعرف أي حاجة. فعشان كده هي دي السبب الأكبر في انتشار المعلومات المضللة والزائفة في فترة الجائحة، زيادة القلق عند الناس، قلق وتوتر وخوف وحاجة جديدة إحنا مش عارفينها. دايما كل ما بيكون في حاجة جديدة كل ما بيكون في شغف أن أنت تعرف وتدور. فأي حد لقى أي دراسة مكتوبة في أي موقع، هو الموقع ده ممكن يكون مش متأكد من صحة الدراسة، الدراسة نفسها مش مكتوبة اتعملت فين، أبدأ أعملها شيرينج. وأي حد عنده عدد كبير جدا من الفرنس مثلا يبدأ يعمل شير وتنتشر المعلومة بشكل كبير ونقع في فخ المعلومة الزائفة. فعشان كده الأصل جاي من قصة الخوف، ان انا خايف، ان انا لازم اعرف، ان انا عايز اعمل بروتكشن، عايز احمي نفسي واحمي ولادي من فكره جديده انا مش عارفها. دي جائحه وبدات، واكيد حضرتك وحضرتها تابعتوا اللي طبعا كان بيحصل وقتها والفيديوز اللي كانت بيتم نشرها بشكل كبير والكلام ده، وحاله الهلع اللي اصابت الناس في بدايه الجائحه، لان احنا لسه ما كانش عندنا حالة تأكد من صحة من المرض نفسه، من كيفية انتقاله، من الكلام كل ما يتعلق به. المنظمات أصلا الدولية حتى ووكالات الأخبار العالمية ما كانتش لسه متأكدة من كتير من المعلومات، يعني حتى منظمة الصحة نفسها كان في تضارب شوية في تصريحاتها، وده خلى الناس فعلا تقلق أكتر. احنا بقى بنشوف يا دكتور دلوقتي الكلام ده على اللقاحات وعلى التطعيمات، وكل حد بيفتي وكل حد بيقول الكلام اللي هو عايزه. ازاي حضرتك تابعتي مواقع التواصل تحديدا على خلال جائحة كورونا؟ هو طبعا انا تابعته طبعا من البداية بشكل رسمي وغير رسمي، بمعنى ان انا اول ما بدأ وزارة الصحة تنشط بشكل كبير جدا من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا بصراحة شايفة ان هي يعني مهمة جدا وفعالة وقدرت انها تدينا المعلومات الدقيقة والصحيحة بغض النظر عن اي تشكيكات بيثيرها البعض، لكن كل واحد عارف يعني توجهات الاخر. يعني اكيد انتم فاهمين ان في بعض الجماعات وبعض الجهات اللي هدفها الهدم دايما، ما فيش اي هدف عندها غير كده، فهي بتنتقد لمجرد الانتقاد. ففكره السوشيال يعني فكره متابعه الجائحه على السوشيال ميديا كانت من الناحيه الرسميه يعني فيها مصداقيه عاليه. واعتقد كمان في نقطه مهمه برضو قبل الجزئيه دي يا ايمان، حابه ان انا اكد عليها فكره ان مصداقية المواطن أو مصداقية سوري وسائل الإعلام لدى المواطن المصري زادت جدا في الست سنوات الأخيرة. قبل كده كان في مشاكل، كان في عدم استقرار سياسي، عدم ثقة في النظام القديم، وحضرتك أكيد وسيادتك يا أستاذ باسم عارفين الكلام ده كويس قوي. فبالتالي الست سنين دي حصل حالة استقرار سياسي طبعاً، والإعلام هو صورة عاكسة للدولة، صورة عاكسة لأحوال الدولة. فطبيعي جدا لو استقرت الدولة هيستقر الإعلام، فهيقدم لي معلومة صحيحة. ف
فده انعكس برضو على البيانات والتصريحات اللي بتقدمها وزارة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي أدت أن كتير جدا من الناس بدأت تبص على هذه الصفحة كمرجع ليها علشان أقدر من خلالها أوصل للمعلومة الصحيحة. فضل فعلا. يمكن ده فرق برضو جوهري بين وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبين دور الإعلام أو يمكن الإعلام بصفة عامة في القنوات المختلفة. ما فيش حد بيقول تصريح أو معلومة غير ما بيكون متأكد من المصدر وتم مراجعة هذه المعلومة وصحتها ودقتها، وبالتالي بيبقى فرق شاسع. يعني فكرة أن حاجة تنتقل بشكل خاطئ من خلال التلفزيون أقل بكثير جدا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما فيش عليها، لأن هو ده دي آلية العمل يا أستاذ باسم في هذه الطبيعة، في هذه النوعية من المواقع. السرعة في مقابل الدقة. تمام. أنا طبيعي جدا عايز أعمل سبق، عايز أكتب الأول، عايز أوصل الأول، عايز أبين للناس أن أنا متابع وأبديتد. فطبيعي جدا جدا أن أنا هكتب وممكن يكون عندي المصدر مش متأكد أصلا من صحة. أنا جبت مصدر كويس أو أتكلم لكن المصدر نفسه مش متأكد من صحة المعلومة، بعكس وسائل الإعلام التقليدية كالصحافة المطبوعة أو التلفزيون مثلا أو إذاعات الراديو. طبيعي جدا جدا أن هم بياخدوا وقتهم عشان يتأكدوا من صحة المعلومة، خصوصا في هذه الأزمة. إحنا في جائحة، ما ينفعش أن أنا أطلع المعلومة وخلاص. طبعا. ما ينفعش الكلام ده. عشان كده سؤالي لحضرتك هو كان إزاي ممكن أو هل نقدر نقول أن في جانب إيجابي بقى موجود من خلال أن الناس شافت تجربة حديثة لإشاعات كتير ومعلومات مخطوئة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي الجزء الإيجابي هنا أن أنا هبتدي أفكر مرتين، أو جمهور السوشيال ميديا جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هيفكر مرتين دايما قبل ما ياخد أي معلومة باعتبار أن هي صحيحة من غير ما يتأكد منها؟ طبعا، لأن هو جرب، هي دي بقى نقطة مهمة، إن هو بص على مواقع التواصل الاجتماعي وشاف إن الشائعات بتنتشر أكتر من الحقائق، وبص على وسائل الإعلام التقليدية زي التلفزيون مثلا. يعني أنا يوميا بشوف إن في كثير من القنوات الإخبارية والقنوات الفضائية العربية في كثير على نيوز بار كده كثير من نفي الشائعات، تصريحات لنفي الشائعات. ده مطلوب بالمناسبة، بس مطلوب بسرعة. هي دي بس دي هذا يعني هذا ما يعيب الوسائل التقليدية في مسألة الأخبار المغلوطة، ان هي بيبقى عندها بالظبط الحقيقه، لكن الشائعات والاخبار المضلله تحتاج الى سرعه في تصحيحها، لان انا في الوقت اللي انا انا طبعا هتاكد من المعلومه، بس هتاكد بشكل اسرع من عدد من المصادر، بس لازم اول ما اتاكد انشر على طول، لان انا الفتره دي اللي انا لسه بفكر انشر فيها بيكون الشائعه دي وصلت لعدد كبير جدا من الناس وبدات انها تتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بعض الناس شايفينها انها اكثر مصداقيه بالنسبه لي هي شخصيا. انا شفت مثلا واحد قريبي اخذ اللقاح فحصل له كذا، طب واحد قريبي ده ممكن يكون عنده تاريخ مرضي معين اثر على يعني اثر على انا شخصيا خدت اللقاح ما جراليش اي حاجه، هو انا قدامكم يعني واخدت الجرعتين والحياه لطيفه وكتير جدا جدا من اللي طبعا. انا حصل معاهم الكلام ده، لان المساله متعلقه بجهاز مناعه وطبيعه جسم وحاجات كتيره جدا يفهمها الاطباء اكتر مني يعني في الموضوع. طب دكتور، مع استمرار جائحه كورونا او احنا لسه طبعا مستمرين فيها، بتظهر متحورات جديده وبتظهر يعني، واحنا شغالين طبعا في حمله التطعيم، لكن ايه المتطلبات اللي انت حضرتك بتشوفي انها لازم تكون متوفره وموجوده في وسائل الإعلام اللي هي الأونلاين، يعني وسائل الإعلام المواقع الإلكترونية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي استخدام حتى الأفراد العاديين مفروض يعملوا إيه؟ هو مبدئيا ناخد الأول الجزء الخاص بالرسالة الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة. إحنا مهم جدا جدا إن إحنا يكون عندنا عامل السرعة، هو ده اللي أنا قلته من شوية. بس هنا إحنا مش عشان نصحح أخطاء، لا، عشان ننشر الحقائق على طول. أنا لو نشرت الحقائق على طول مش هدي أي مساحة إن أنا يطلع لي شائعة. يعني أنا من الأول أطلع بيان مثلا بإن دي اللقاحات المتوفرة مثلا في مصر، وإن في بعض الآثار الجانبية اللي أثبتت من خلال عدد من الدراسات العلمية، وإنها آثار جانبية قد تحدث أو لا تحدث، زي ما بيحصل في أي دواء إحنا بناخده، ممكن الأثر الجانبي يظهر لشخص وما يظهرش لشخص تاني. تمام. فمهم جدا أن يكون في شفافية من خلال البيانات الرسمية اللي بتطلع من وزارة الصحة أو الجهات المعنية في مصر. دي نقطة في منتهى الأهمية. النقطة الثانية، ياريت المسؤولين ما يقفلوش تليفوناتهم، يعني لأن الصحفي لما ما بيلاقيش المسؤول بيرد عليه بيجتهد، وإحنا بنقع في فخ كبير جدا، فخ الاجتهاد والاستنتاجات. اللي حصل لده يبقى هيحصل لشخص تاني. طب معلش دكتور سيد، خلينا بس حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، وهي فكره ان القنوات المختلفه ووسائل الاعلام المضمونه اللي هي يعني ليها مصداقيه عاليه مهمه جدا ان هي توصل ولو من خلال السوشيال ميديا للمتابعين. يعني فكره ان هو انت مش بتتفرج على التلفزيون، بتتلقى المعلومه من التلفزيون يبقى صح او من السوشيال ميديا يبقى غلط، انت مصدر المعلومه ايه
يعني حتى لو من على السوشيال ميديا لكن مصدر موثوق، فدي نقطه اساسيه. كان في مهمة كان في يمكن برضو تاكيد لهذا الكلام على تويتر، اللي بدا ان هو يستخدم طريقه ما كانتش موجوده قبل كده، ان هو يحظر تغريدات لناس بعينها. راي حضرتك في هذه الوسيله، وهل هي فعاله ولا لا عشان تمنع اللغط الدائر او هي فعاله جدا بس جت متاخر؟ هي للاسف هي فعاله قوي طبعا. ان انا بمنع وصول شائعه او بوقف فكره مغلوطه، طبعا ده مهم جدا. وقد يفسرها البعض بان هي ضد حريه الراي والتعبير، لكن انا هعمل ايه بحريه راي والتعبير في ظل ازمه ممكن تقضي على بلد بقى بحالها؟ فمهم جدا نتيجة الأولويات ان انا طبعا ثقافه الاولويات لازم تطلع هنا، ان انا عندي مشكله كبيره يبقى انا امنع وصول هذه المعلومه المضلله، خصوصا ان انا عارف المعلومه الحقيقيه. فانا همنع المعلومه المغلوطه وهنزل فورا المعلومه الحقيقيه، بحيث ان الناس تقدر تكون عارفه ان احنا مش بنمنع عنكم معلومه يا جماعه، احنا بنمنع الغلط، بنمنع المعلومه الزائفه. دي نقطه مهمه جدا، وللاسف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيبصوا للمساله دي من المنظور الحريات، زي ما انا قلت من شويه كده، ان انت بتعتم المعلومه، بتخفي المعلومه. الكلام ده مش حقيقي على الاطلاق طبعا. لما انا بخفي معلومه خاطئه انا بصلح الحال، نعم. مش بقفله خالص يعني. صحيح. في كمان الجزئيه اللي كنت سالت حضرتك فيها من شويه، لما حضرتك اتكلمتي عن الوسائل وعن كمان الانترنت والاونلاين ووسائل التواصل، يعني محتاجه كمان حضرتك تتكلمي عن المستخدمين. احنا دايما بنركز على الجزئيه دي لانها مهمه جدا اثناء الجائحه او اثناء اي ظاهره صحيه. فكره انه انا كمستخدم مش المفروض ان انا انشر شائعات، مش المفروض ان انا يعني المفروض ان انا الجا للمصادر الرسميه. يمكن في الاطار ده كمان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دايما بينزل، احنا مش بشكل حتى يومي، ده تقريبا بشكل كل ساعه او كل ساعتين بنلاقي تقرير من المركز. ازاي حضرتك ممكن تنصحي المستخدمين؟ طيب، هو في نقطه مهمه جدا بتبقى بعض الناس بيقولوا احنا مش خبر عشان كل ما معلومه تجيلنا نعرف هي صحيحه ولا لا، بس بيبقى في بعض المؤشرات كده باينه في اي يعني خبر نازل بوست كده تلاقيه مجهل تماما، ما فيش بني ادم بيتكلم فيه. ده اول مؤشر يخلينا شك إن ولا هي نقلا عنه ولا اي حاجه، صرحت جهات معنيه، صرح مصدر مسؤول. طب حضرتك في انهي جهه؟ طب قول لي، لان تجهيل المصدر على فكره بيقبل احيانا في بعض الامور، بس على الاقل اجهله بايه؟ بدرجات. ان انا اقول مثلا مصدر مسؤول بوزاره الصحه مثلا، ممكن هنا ابدا يعني اقول ان انا ممكن اخد المعلومه دي وادور عليها. طب انا جات لي معلومه بالشكل ده بس ما فيهاش اي مصدر من اي نوع، يبقى انا يبدا يجي لي مؤشر ان المعلومه دي فيها مشكله. جميل قوي. ادخل بقى جوه شويه واقرا البوست او اقرا الخبر المتداول، وابدا الاقي بعض الحاجات خارجه عن المنطق، حاجات بقى غير منطقيه. يعني في كتير جدا من الشائعات طلعت على اللقاح متعلقه بفكره ان هو بيسبب بعض الامراض المستعصيه، وحاجات بقى ايه يعني قويه جدا، انا شايفاها انها خياليه بالمره. طيب ماشي، ما هو لو في اي حاجه ليها علاقه بهذا الامر كانت طلعت الدكتوره هاله زايد، كان طلع اي حد من وزاره الصحه قال يا جماعه، لكن بالفعل ما فيش اي حاجه من هذا النوع. فمهم جدا ان انا ادور جوه على حاجتين، على طب مصدر يقول لي مؤشر بس ان الخبر ده احتمال او يعني العالم كله، يعني ده العالم كله يعني. والنقطه الثانيه بقى مساله المنطق. طيب انا خلاص صدقت رغم الكلام ده كله، اعمل ايه بقى؟ ابدا اعمل ادور فيريفيكيشن بقى، اتحقق بقى من صحه الخبر ازاي. ان في قواعد صحفيه كتير بتقول ان يعني لو المعلومه اتنشرت في اكتر من ثلاث مصادر يبقى المعلومه دي ممكن تكون حقيقيه. ابدا اعمل اتحقق بهذا الشكل، موضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه. ابص على التلفزيون، ابص على التلفزيون الرسمي، ابص على الصحف الرسميه، ابص على المواقع الكريدبل اللي هي ذات مصداقيه، ابدا ابص على الجهات دي، ممكن ابدا ان انا يعني اعرف ان في حاجه صحيحه. لو هو المستخدم عمل السبس دي يبقى هنا وصل لمنطقة الوعي، ان انا بقى عندي وعي ان انا مش اي معلومة بيتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدر ان انا اصدقها، لا ده انا ممكن كمان اعمل لها اناليسز، احللها، ابدا اشوف بالظبط. مش لازم ابقى دايما في الطرف او الجهة اللي هي بس بتلقى من غير بالزبط. ما ادور والغي عقلي تماما بالزبط. ويمكن دي نقطة مهمة، لان في عدد كبير ظاهرة ما كانتش موجودة قبل كده، فكرة انفلونسرز او فكرة المؤثرون بصفة عامة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. اوقات كتيرة بيتكلموا في مواضيع
لو بعدنا طبعا عن مواضيع بقى الموضه والازياء وغيرها، بيتكلموا في مواضيع طبيه، مواضيع صحيه، مواضيع سياسيه، مواضيع اقتصاديه وغيره، وبيقولوا ارائهم. هم ليهم الحريه ان هم يقولوا ارائهم فيها، لكن الفكره في التاثير. هل هم مؤهلين لان هم يقولوا هذه الاراء؟ هل هم عندهم خبره؟ هل هم دارسين لهذه المواضيع؟ وبيأثروا للاسف في عدد كبير جدا، احيانا اوقات كثيره بشكل سلبي. يعني ازاي ممكن يتم مواجهه الموضوع ده؟ يعني لا، هو طبعا يعني انا اعتقد ان معظم الانفلونسرز بيعتمدوا على تجارب شخصيه، في يعني لما بيجوا يعرضوا المضمون بتاعهم، سواء حتى مضمون ساخر او حتى مضمون جاد، بتلاقي ان التجربه الشخصيه بتطغى على الفيديو او على نصائح بقى كتيره من ورا التجربه دي، اللي ممكن قوي تبقى نصائح مش مظبوطه. بالظبط كده. فانا شخصيا عندي قناعه ان الانفلونسرز يكتفوا بالموضه والفن، كفايه يعني. هم ده دي كومفورت زون كده حلوه لطيفه ممكن تشتغلوا فيها، ولكن انا لما احب ان انا اقول رايي في حاجه، اقول رايي بناء على دراسه علميه. طبعا. يعني ناكي ميناج المغنيه الشهيره لما جت وطلعت وقالت على فكره ان اللقاح اثر على عدا حد من اقاربها وجاب له مرض ومن الامراض وكده، فناقشوا الموضوع ده على احدى القنوات الامريكيه، والضيف كان بيضحك طول الوقت لان هو مش مصدق، لان هو ده بياكد الكلام اللي انا قلته من شويه. هي قالت كلام غير منطقي، قالت على مرض مستحيل، يعني في استحاله ان هو ممكن يجي. فهو كان قاعد يضحك طول الوقت، وبيقول لها الف سلامه طبعا على قريبك، بس اللي حضرتك بتقوليه ده مش حقيقي، ويا ريت هو يروح يكشف. قال لها كده بالفعل. فالانفلونسرز محتاجين يعيدوا النظر في طبيعه المضمون المقدم منهم. يعني انا لما يكون في فكره متعلقه بتجربه شخصيه، اقول ان دي تجربه شخصيه فقط، ما عممش. هي الافه فين يا استاذ باسم؟ في التعميم. آفة التعميم، إن أنا لما بقول جملة أو بقول تجربة شخصية، أعمم إنها تحصل لإيمان وتحصل لباسم وتحصل لسوري، يبقى خلاص كده الدنيا وقفت. لا طبعا، هي المسألة متعلقة إن أنا أعرض تجربة شخصية منفردة، وبالتالي كل الناس هتعرف إن دي تجربتها هي، وهي مسؤولة عن هذه التجربة. طيب أنا عايز أعرف بقى في الظروف الصحية زي اللي إحنا بنتكلم فيها، بما إن إحنا بنتكلم عن جائحة كورونا والشائعات الكتير اللي كانت موجودة وما زالت يعني في الجائحة أو في التطعيم زي ما حضرتك بتقولي، هنا المفروض في الحاجات الطبية أو الصحية، إجراء العمليات مثلا أو في ظل وجود جوائح أو أوبئة، المفروض كمان إيه اللي يحصل بالضبط من المنصات الكبيرة، زي ما باسم كان بيقول من شوية زي تويتر مثلا ما أخذت موقف ضد الشائعات. هنا احنا بنتكلم عن حاجه بتتعلق بحياه ملايين البشر، المفروض المنصات دي تعمل ايه؟ يعني يعني ادبيا واخلاقيا اللي المفروض تعمله؟ لا، هي زي ما انا قلت كده، ان الجائحه بتتعامل مع صحه البشر، بتتعامل مع حياه بني ادم، فطبيعي جدا ان هو يكون الموقف شبه موقف تويتر. يعني ان انا من الاساس ما اسمحش بنشر هذه زي ما انا قلت، ما اسمحش بنشر مثل هذه المعلومه، لان اوريدي المعلومه دي هتاثر على عدد كبير من الناس. خلي بالك يا ايمان ان دايما المعلومات المتعلقه بالصحه بالاقتصاد، الحاجتين دول تحديدا اكتر المعلومات اللي هي بتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، فدول أكتر نوعين من المعلومات هو بيتابعهم، وبالتالي بيدور بشغف على أي معلومة. فبالتالي أنا شايفة أن المنصات دي من تحجب أكاونتس، إيه المشكلة؟ نعمل هايد الأكاونتس لغاية لما نعمل لها بلوكينج، لغاية لما المنصة نفسها هي اللي تتعامل وتعمل بلوكينج، وتدي حظر كم يوم أو كم أسبوع للشخص نفسه، عشان يفهم أن هو عمل خاطئ أثر على عدد كبير من الناس. أنا بصراحة مع الستريت يعني لاين في الموضوع ده، ان احنا ما نقعدش بقى نديله نصايح واستخدمها كويس. لا، انا شايفه ان المنصه نفسها تحجب الاكونت او الحساب الخاص بهذا المستخدم الى ان يدرك تماما ان هو يعني عمل خاطئ كبير جدا، وادى الى نشر معلومه زائفه، لان دي ليها عقوبات. يعني في قوانين عندنا مفعله لنشر الاخبار الزائفه، فهو يفهم طبعا ان هو لو الموضوع ده اتعمل هيتم محاكمته بشكل اخر. يعني ممكن على مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتتعامل شويه كانها في حياه غير الحياه، او بتتعامل بشخصيه غير شخصيتها في الحقيقه، بتقول حاجات مش ممكن ان هي تقولها لو في مواجهه اشخاص معينه على السوشيال ميديا. يعني لو هم واقفين قدام بعض مش هيستخدموا نفس المفردات، مش هيستخدموا نفس الكلمات، هيبقى حتى التعامل فيه رقي افضل، وفي اختيار للكلمات بشكل افضل. ايه اللي بيخلي في مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتتعامل بشكل مغاير تماما، مش عايز اقول لطبيعتها، ولكن تقدري تقولي حضرتك بينكشفوا الى حد كبير على حقيقتهم؟ هو يعني هو ده من زمان، من اول ما بدات
فكرة الإعلام البديل، لأن هو في أونلاين أصلا مش بس السوشيال ميديا، أن هم وجدوا أن هذه المنصات أو هذه المواقع يعني منصة افتراضية بديلة للتعبير بحرية، فهم فاهمين أصلا الحرية غلط. فهم مش فاهمين أن الحرية تساوي المسؤولية. المسؤولية في إيه؟ أن أنا أكتب معلومة صحيحة، أن أنا أكون دقيق، أن أنا ابتعد عن استخدام الالفاظ الخارجه او الالفاظ اللي خارج السياق، زي ما حضرتك بتقول كده انهم بيقولوا الفاظ ممكن ما يقدروش يقولوها في يعني في الاتصال المباشر يعني مع الاشخاص. فهي دي الفكره، فكره قناعتهم ان المساحه دي لوحدها ملهاش رقيب، ملهاش حد هيحاسبهم، رغم ان في كتير من المستخدمين لما بيجوا يعملوا كومنتس على بوست معين في تجاوز تعليقات على بتلاقي ان في بالظبط كده، بتلاقي ان في لا يعني في رفض للكلام اللي مكتوب، والشخص نفسه بقى اللي كاتب البوست بيروح عامل له بلوكينج مثلا. طب ده معناه ايه؟ طب ما حضرتك عايز تشعر بالحريه وفي نفس الوقت بتمنع الحريه عن شخص اخر ان هو يعبر عنه. فدي طبعا يعني ده ازدواجيه في المعايير يا استاذ باسم، يعني انا شايفاها كده بصراحه. يعني انا حاسه ان الناس اللي هي بتمثل على السوشيال ميديا دي محتاجه تتعالج. انا شخصيا شايفها كده بصراحه. يعني انها محتاجه تتعالج نفسيا لان هم زادوا وللاسف الشديد اثروا كمان على اللي حواليهم. يعني ففي ناس بدات طبعا تمشي معاهم في نفس التراك، لانه زي ما كان باسم بيتكلم من شويه عن الناس المؤثره او الانفلونسرز، يعني هنا احنا بقينا نشوف ان دول انه بقى في موديل كده في دماغ الناس انه انا عايزه اكون عندي نفس العدد من المتابعين، عندي نفس التاثير، عندي نفس الحب، عندي نفس كل حاجه. يعني فبيبدا ياخد نفس النهج في سواء بقى ترويج الشائعات او الكلام عن حاجه من غير ما يفهمها كويس او يكون عنده معلومه دقيقه عنها او كده. الترند دايما هو اللي بيحكم الحركه والمناقشات والمتابعات. الترند ايه المحاور الثانيه او القطاعات الثانيه اللي حضرتك قلتي الصحه والاقتصاد، ايه المحاور الثانيه اللي بتشوفي حضرتك انه الوسائل الاونلاين يعني بقت مؤثره جدا فيها بشكل كبير وبقى الشخص او المستخدم دايما بياخد معلوماته منها؟ الرياضه للاسف الشديد الحاجه الحلوه اللي احنا بنحبها واللي احنا بنتفرج عليها عشان نستمتع بقت دلوقتي تهمه، بقت وسيله للتراشق الالفاظ ما بين الناس. بقى ان انت بتشجعي نادي غير النادي اللي هو السواد الاعظم من المجموعه اللي انت تعرفيه بيشجعه، يبقى انت كده خارجه عن المله. انت متخيله ان احنا وصلنا لمراحل صعبه جدا في مساله الرياضه بسبب السوشيال ميديا للاسف الشديد، وبسبب برضو المعلومات المضللة، وبسبب برضو المعلومات الزائفة، إن أي كلمة كده بتطلع بيتم إطفاء عليها هالة من الكذب والمعلومات المزيفة، فبتحصل حالة من الردود الأفعال السلبية. فالرياضة بتأتي في المرتبة الثالثة، ولو ما قلناش إن هي الترند دلوقتي وهي المرتبة الأولى لو ما قلناش كده. يعني هي بالفعل للأسف الرياضة بقت وسيله بصراحه يعني او مضمون للاسف الشديد يعني بيثير العديد من الاقاويل. طيب سريعا برضو جدا واحنا بنتكلم على الرياضه، يورجن كلوب المدرب الالماني طبعا اللي بيدرب حاليا ليفربول كان ليه موقف شهير جدا. احد الصحفيين في مؤتمر صحفي بيساله عن رايه او معلومه معينه فيما يخص كورونا، قال له انت بتسالني ليه، انا غير متخصص وبالتالي انا رايي لا يعني شيء في هذا الموضوع، وانهى اللقاء. والحقيقه كان ناس كتير اشادت بهذا الموضوع. هو ده النموذج اللي احنا بنتكلم عليه، ده هو ده المفروض يكون دور الناس. انت متخصص في حاجه بتتكلم فيها، غير متخصص عايز تقول رايك قوله، لكن ما تقولش نصيحه انت غير مدرك لابعادها ممكن تبقى مناسبه للناس ولا لا. صحيح. والاهم طبعا انه يشير انه دي تجربه شخصيه بحته وانها ما لهاش علاقه بالتعميم زي ما دكتور سهير كانت بتقول. حقيقي يعني ألف شكر حضرتك دكتور سهير. لكن قبل ما نختم، أي نصيحة حضرتك تحبي توجهيها؟ هو بس اللي أنا حابة أقوله بس إن إحنا يعني نتكاتف شوية كمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اتجاه الأخبار اللي هذه النوعية، لأنها فعلا خطر شديد جدا زي الفيروس. إحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سهير عثمان أستاذ الإعلام جامعة القاهرة.